مشروع او باب زويلة، مشروع دخوله العائلة المقدسة او اكتشافه وجوده في العائلة المقدسة كانت امتى؟ العائلة المقدسة معروف ان هي جت زويلة من قديم الازل. الكنيسة انشأت في القرن الرابع الميلادي. الحكيم زيلون لما انشأ الكنيسة انشأ لانه عارف ان العائلة المقدسة جتها. في دلائل وقرائن بتؤكد موجود. زيارة العائلة المقدسة موجودة لمنطقة زويلة. يعني في أدلة صحيح أثرية. صحيح. زي مثلا وجود المغارة والبئر والصهريج كمشهد طبيعي لأماكن زيارة العائلة المقدسة. طبوغرافية الكنيسة، انخفاض مستوى أرضية الكنيسة عن مستوى سطح الشارع حوالي 4 متر يؤكد أثريتها. الخليج المصري، شارع بورسعيد حاليا خليج المصري، قناة سيزوستريس قديما لما جت العائلة المقدسة من المطرية ومرت عشان توصل لمصر القديمة لازم تعدي على المنطقة، منطقة الخضرة والبساتين، منطقة زويل، وجت عن طريق المركب. دي كلها دلائل. غير كده مخطوطات بتتكلم عن العائلة المقدسة موجود. حديثا تم الإعلان عن بردية ترجع للقرن الرابع الميلادي تحدد مسار العائلة المقدسة في مصر وفي زويلة وتذكرها بوضوح وأنها كانت منطقة خضرة وبساتين. البردية دي فين؟ في جامعة كولومب ألمانيا. حققتها عالمة برديات اسمها جيزا شينكل، دي ألمانية، ولكن ألقى عليها الضوء نيافة الأنبا ديمتريوس عالم القبطيات المصري لأنها مكتوبة بالقبطي الفيومي. وهنا الكنيسة بتستخدم في صلواتها القبطي ولكن باللهجة البحيري، وفي لهجة أخرى تسمى الصعيدي، ولهجة أصعب تسمى الفيومي، هي اللي مكتوبة بيها هذه البردية. لما ترجمها أو حققها نيافة الأنبا ديمتريوس ذكر أماكن زيارة العائلة المقدسة وتوقيتات وأشار الضوء على منطقة زويلة وأن هي قعدت فيها يومين. فهنا دليل مادي لا شك فيه، بردية تقدر تمسكها وتقراها وأي حد يعمل فيها أبحاث بتذكر مسار العائلة المقدسة ومنطقة زويلة. بعض المؤرخين مثل المقريزي، أبي المكالم، باتلر، أميلينو كلهم تكلموا عن زيارة العائلة المقدسة لمنطقة زويلة. التقليد الشفوي المتبع في المنطقة وفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأثيوبية اللي بتؤكد زيارة العائلة المقدسة للكنيسة. كل دي نقدر نقول تأكيدات لزيارة العائلة المقدسة للكنيسة. الكنيسة اختيرت مقر للكرسي البطريركي في القرن الرابع عشر وقعدت 360 سنة بطريركية، وسبب اختيارها انها احدى محطات زيارة العائلة المقدسة. فلسفة اليومين، هل ده كانت محطة استراحة، محطة هروب؟ العائلة المقدسة في رحلتها بتختار حاجة من الاتنين. يا منطقة تهرب فيها، تختبئ فيها زي مثلا جبل او صحراء هربا من بطش الرومان، اما منطقة تستريح فيها، وهنا لازم تكون لها شروط. يكون فيها مكان يشربوا منه، أسواق يشتروا منها ويعيشوا فيها، ويكون يسكنها اليهود علشان يختفوا في وسطهم، لهم نفس الملبس واللغة والشكل. الرومان لما هيجوا يدوروا لو المصريين وسطهم واحد غريب هيعرفوه، لكن كان في يهود يعيشوا في مصر وكانوا برضو مصريين ولكن لغتهم وشكلهم وملبسهم مشابهة للعائلة المقدسة. ده يفسر وجود المعبد؟ فيما بعد المنطقة كان يسكنها اليهود، لما العائلة المقدسة جت استخبت وسط اليهود ووسط الخضرة والبساتين وشربت من البئر واستراحت في المغارة واستخدمت من مياه الصهريج، فكان مكان أمثل ليهم للاستراحة. كويس جدا جدا جدا. زويلة دي قيمته أو ده المعنى، معنى العائلة المقدسة، قيمته الأثرية. قيمته الأثرية، مبنى الكنيسة اللي بيرجع للقرن الرابع الميلادي وتحديدا سنة 352 ميلاديا، هو الأثر الأقدم في القاهرة الفاطمية. الكنيسة أنشأت قبل إنشاء القاهرة بعدة قرون، ولما جه جوهر الثقلي مؤسس مدينة القاهرة في القرن العاشر الميلادي في العصر الفاطمي عشان يأسس مدينة القاهرة، اختار أحسن وأجمل مكان علشان يعيش فيه هو والقبيلة اللي جايبها، وكان اسمها قبيلة زويلة المغربية. فلقى الكنيسة
وحواليها مجموعة من الخضرة والبساتين ومجموعة من المدافن خلينا نقول. فقرر ان هو يعيش هنا هو وقبيلة زويلة ويأسس مدينة القاهرة من هنا، وطلع مرسوم من الحاكم بنقل المقابر اللي كانت موجودة وكانت تسمى بدير العظام. نقلها من هنا لمنطقة الأنبرويس وكانت صحراء ساعتها، ومن هنا اتنقلت المقابر وراحت لمكان الكاتدرائية والأنبرويس. وهنا السند القانوني اللي استند عليه قداسة البابا كيرلس أيام الرئيس جمال عبد الناصر إن الصحراء دي تبقى كاتدرائية. من هذا التاريخ ابتدى تأسيس مدينة القاهرة حوالين منطقة زويلة، فهي الأقدم في القاهرة الفاطمية. الشواهد الأثرية اللي موجودة يعني الكنيسة، الكنيسة انخفاض مستوى أرضية الكنيسة عن مستوى سطح الشارع 4 متر بيؤكد أثريتها. طراز بناء الكنيسة على الطراز البازيليكي للمباني. وهنا الحكيم زينون لما جه يأسس أو يبني الكنيسة على الطراز البازيليكي أخذ التصميمات اللي وضعتها الملكة هيلانا أم الملك قسطنطين في القرن الرابع الميلادي. وهنا كان أصدر الملك قسطنطين مرسوم ميلانو باعتبار الديانة المسيحية ديانة رسمية في البلاد ويسمح ببناء الكنائس. لا توجد كنائس في مصر قبل القرن الرابع الميلادي، ويبقى الوصف بدقة كانت توجد أديرة وأماكن للصلاة، ولكن الكنيسة كمبنى معترف به من الدولة في القرن الرابع الميلادي.